مع السلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اخر نهار في مدينة ليون لهنا في فرنسا، وباش نروح لمدينة تورينو وين نعيش في ايطاليا. لكن فما مشكلة كبيرة لهنا، اللي الفترة هذه هي فترة الاعياد واحتفال بالاعياد لهنا المسيحيين بالكريسماس نتاعهم والنوال، وبرشا يعيشوا لهنا يروحوا لبلدانهم كيما التلاين لهنا يعيشوا في ليون ويروحوا لتورينو. لذا الاسعار نتاع ليبي وكل شيء وليتيكي غليت تقريبا 5 مرات. انا الرحلة اللي جيت منها من تورينو لفرنسا تكلفت تقريبا 30 يورو، توا كيما جيت مش ناخذ نفس التذكرة نلقاها 150 يورو، مع ضعف 5 مرات. ايش باش نعمل؟ باش نعمل نلقى رحله اخرى بالكار للمدينه قريبه للحدود نتاع ايطاليا اسمها شامبيري، يعني ناخذ الكار من هنا للمدينه ذيه ومن غادي نبدل، يعني تقريبا الرحله مش تكلف لي 60 يورو. لكن كي خديت التذكره ذيه نتاع الرحله لمدينه شامبيري بالكار ذيه، ما في باليش اللي الرحله ذيه هي الرحله اللي تهز لتورينو، لكن غاليه تسوى 150 يورو. من بعد كي نوصل شامبيري تقريبا ساعتين اخرين نبقى نستنى غادي ناخذ كار اخرى. لذا قلت انا اي برا نجرب شويه تحايل، مش تحايل، انا دفعت التيكي باش نروح من شامبيري، لكن قلت نجرب نبقى في الكار ما فيقوش بيا، نولي نوصل قبل بساعتين تقريبا، مش نوصل ناخذ الكار من هنا من ليون لشامبيري، لازمني نهبط، لكن مش نهبط، مش نطفي الضو، نحسب راي راقد ولا حاجه، بالك ما فيقوش بيا، نولي نوصل لتورينو قبل بساعتين ولا ساعتين ونص، ومش نجرب حظي ونشوف كان فيق بيا انه نهبط ما فيقش بيا، هاني نكمل وجو بيا احلى جو. هاي باش نسكن معايا قبل ما ناخذ الكار تبكينا نشوف حاجه ناكلها، وباش نشوفوا مع بعضنا اسكو فما كنترول زاده كي جيت جاي انا من ايطاليا لفرنسا. وقفونا على الحدود، طلعوا تقريبا 4 بوليسيه، زوز من قدام وزوز من تالي، ثبتوا في الاوراق والباسبورات نتاع الناس الكل، اوراقي انا هزوهم هبطوهم لوطه، بقى يثبتوا فيهم لوطه على الاورديناتور ولا حاجه ما نعرفش علاش. في اللي جايين من ايطاليا لفرنسا فماش لعب، خاطر برشا ناس تعدى من غير اوراق، دونك يثبتوا في الاوراق نتاع الناس الكل. توكينا مش نرجع في الرجوع على ايطاليا، علاش انا ديما نقول ايطاليا احسن بلاد في اوروبا، خاطر حتى الشرطه الايطاليه ما ثبتش الحقيقه في الرجوع لايطاليا، حتى ما عندكش اوراق ترجع فما حتى مشكل. هاكم مش تسافروا معايا توا وباش نوريكم اذا فما كنترول فماش كنترول، ونعيش الرحله ذي مع بعضنا. ما تنساوش تعملوا جيم وتشتركوا في القناه. سيدي انا في المحطه اسمها ليون بيراش، حتى ذي فيها تران فيها البيس فيها المترو فيها كل شيء. اخذينا فما برشا عبيد برشا حركيه، حتى الناس الكل كما قلت لكم تروح. انا خذيت ساندويتشون سومو 4.80 يعني باجيت في فرنسا هما الباجيت، اما ما غير هريسه. حسيت له ساندويتش هذايا فيه طن شويه عظم طماطم ومايونيز، حاجه نعم تربي ما يتاكلش بالرسمي، بارد واحد او ياكل يعبي في كرشه باش ما يجوعش في الثنيه وكا. معناتها تشوفوا في اوروبا هنا ديما هكا الهريسه لحد شيء تلقى دي ساندويتشات بالطبيعه كتمشي تلقى تواسه بارتو موجوده حتى لهنا في فرنسا، لكن في ستاسيون جينيرال تلقى حاجات هكاك فما دجاج كباب فازيت ما حبيش ناخذ اللحم ما ادريش عليه لهنا في اوروبا، دونك خذيت حاجه طن اما بارد ماست لاست. انا خرجنا توا سيدي تقريبا 3:15 نوصلوا لشامبيري تقريبا 5. كي وصلت لشامبيري ما هبطت في رجلي، هبطت ما عطانيش قلبي، جيت نحسب فيها نلقاها 50 دقيقة بين الكار هذيا والكار الأخرى، وأنا غادي مخلص أموري وجوي باهي، دونك زايد ناخذ بلاصة نتاع حد غيري. وفما برشا ناس بالحق، كان جات فارغة ولا حاجة كان واحد ممكن يجرب، ما معبي معبي. دونك هاني موجود في شامبيري، المطر كان تصب تو كينا يتنكد بشويه، مش بارده برشا، بارده ومش بارده برشا. استناو 50 دقيقه تجي الكار نتاعنا يعني ان شاء الله ونروحوا. هاي تو ولد تصب بالقويل المطر، دونك شاح يلقى في البرد لهنا تقريبا ساعه غير ربع، نشوف قهوه نلقاش قهوه قريبه لهنا، يشرب حاجه الواحد يركش في الدفاء لين تعدى تقريبا نص ساعه وبعد كده نرجع للمحطه.